خواتم بتبقى واسعه عليكم وبتقع منكم؟ بسيطه جدا، هاتوا مسدس الشمع واعملوا بيه طبقه بسيطه كده من جوه الخاتم، سيبوه ينشف شويه وبكده يبقى ضيقنا الخاتم بمنتهى السهوله. اولادكم لما بيستخدموا الالوان بيسيبوا الغطا في حته والالوان في حته، خدوا بقى الفكره دي، هاتوا لزق وحطوا فوقيه كل الالوان بالمنظر ده، وبعد كده حطوا واحده لزق تاني من فوق وواحده لزق كمان من الجناب، بكده نبقى لزقنا الغطيان كلها في اللزق. الطريقه دي هتسهل عليهم جدا ان هم يغطوا الالوان بعد ما تخلص. حطوا طبق، حطوا فيه ميه، بيكنج صودا واي نوع مسحوق تستخدموه في الغسيل، فوطه مايكروفايبر وحطوها في السائل ده ونشفوها كويس جدا. هاتوا غطا حله واربطوا الفوطه بالمنظر ده ونضفوا بيها الكنب بتاعتكم، ودي تعتبر اسهل طريقه لتنظيف الكنب بدون استخدام اي ماشين. عايزين تسخنوا اكتر من طبق في الميكروويف، والميكروويف ما بياخدش غير طبق واحد بس، بسيطة جدا. حطوا أول طبق في الميكروويف، هاتوا كوباية ينفع إنها تدخل الميكروويف وحطوها جنب الطبق بالمنظر ده، وحطوا فوقيها الطبق التاني اللي انتوا عايزين تدخلوه، هتلاقوا الطبقين سخنوا مع بعض في نفس الوقت بمنتهى السهولة. أولادكم بيكتبوا على الحيطة ويشخبطوا، بسيطة جدا ليها حل. هاتوا طبق وحطوا شوية معجون أسنان وأي نوع صودا عندكم، اخلطوهم مع بعض كويس وحطوهم في بخاخ فاضي، رشرشوا منهم على الحيطة وصبوهم على الحيطة خمس دقايق، وبعد كده امسحوهم بالمناديل، هتلاقوا الشخبطه اختفت بمنتهى السهوله. الذره، عايزين تفصلوا حبيبات الذره عن العود ذات نفسه؟ خدوا بقى الفكره دي، هاتوا قالب الكيك اللي بيبقى فيه قمع كده من النص، وبعد ما تسلقوا الذره دخلوها في القمع ده بالمنظر ده، ونزلوا بقى الذره واحده واحده في القمع لحد ما حبيبات الذره كلها تنفصل عن العود بمنتهى اللذاذه والبساطه. جربوها وقولوا لي رايكم في الكومنت. الروائح اللي بنستخدمها في التواليت لما تخلص من عندكم ما ترموهاش، هاتوا الحبوب بتاعت معطر الملابس واملوا بيها العلبه وحطوها تاني، هتعمل ريحه في التواليت تحفه. زيت وقع على لبسكم، بسيطه جدا، هاتوا البقعه وحطوا عليها نقطه صابون مواعين ورشرشوا عليها شويه بيكنج صودا وعصروا ليمونه على المنطقه دي، صبوها شويه من 10 ل 20 دقيقه، وبعد كده خدوا اللبس وحطوه في الغساله واغسلوه عادي خالص، هتلاقوا البقعه اختفت تماما. الستارة عندكم بتبقى طويلة وبتضايقكم لما تيجي تكنسوا او تنظفوا تحتيها، بسيطة جدا، هاتوا شماعة ودخلوا فيها الستارة وعلقوا الشماعة على العمود الاساسي بتاع الستارة، وامسحوا بقى ونظفوا تحت الستارة براحتكم بمنتهى السهولة. العلب دي عشان ما توجعوش ضوافركم وتكسروها وانتوا بتفتحوها، فاسهل طريقة فتحها ان انتوا تجيبوا معلقة تحطوها في الاتجاه ده كده، بعد كده ترفعوها من هنا، شايفين؟ فتحت بمنتهى السهولة بدون ما تكسروا ضوافر. أنا أشوفكم على خير في الحلقات الجاية بأفكار تانية جديدة وكلها بمنتهى البساطة. السلام عليكم.